الملكية. بابي بن عبد النور محمد. انت تقربين المتوفي غير كذا. جوزي ومحمد. جوزي ومحمد. طب بس ما نقدر نتعشى بس نقدر ناخذ قليل اللي حصل معك اليوم. اللي حصل كان احنا طلعنا الساعة 8 بالليل. 8 الصبح ولا بالليل؟ 8 الصبح. قلنا احنا ما اتمنى سلاح ولا فتحنا سلاح لراضي افضل راضي مستقيم وحيخدمهم ويرفع المركز بعين حتى يخدمهم. قال انا ما نطلعش من بيتي انا ما شفتها ما ساكل ولا افتح كلام ولا حديث. قعدنا بعد الجزاء جربنا خبطت علينا قالت لي خي تعالي اطلع البيت حصروا البيوت وتعالي اطلع بينا. جابتك بالتحية؟ رحنا في الدرجة تفشل خبر في مصير. قعدنا في البيت باب عيال وحريم الله كلهم اللي منهم اثنين كبر اللي هو جري روماني ومحارب. كان معاكم مرماني ومحارب؟ كله معاكم. قعدنا بعد كده جو بعد شوية دخلوا على بيتي كسروا كله. حبا القفل عليه قفلة. دخل كسروا كل ما خلص حاجة فيه. بعد كده سينا انا من الزباد من اللون اللي جيت لها كفوك. ولحنا ارجع اللي تحمل. طب ايه اللي حصل مع راسم يعني ضربوه؟ احنا كنا في البيت ما حصلت الا بحاجة. قعدنا لحديد ايه الظهر. يا اولاد نطلعوا ولا احسن يا زين تبتونا. قالوا ما فيش حاجة حد جراني. فجي يومين يتصل بالناس المحسن. يا اولاد محسريننا تعالوا اخذونا احنا جنا حبوب. يا اولاد الشرطة؟ للشرطة. احنا متحسرين تعالوا لنا حنجبكم من برا عتاجي تاخذكم. ما تخافش يا امي انت ما تخافش يا امي ما فيش حد حافظ رانا. انت واللي معك يا اولاد احنا سبع عائلات ثمان عائلات في بيت واحد ومحصورين يا اولاد. ما تخافش يا امي احنا جو ناخذوك ما تخافش. انت واللي معك كله احنا جو ناخذوك. بيقول له هو له هو له حد المغرب ما مغرب. اول ما مغرب المغرب والجبانة هي اللي قاعدين فيه حديد جامد. اشتغلوا فيه كثير ما تكسرش. قاموا طلع من عفوش طلعوا من اهل البيت من الجيران من عفوش يعني من السطوح من السطوح. وطلعوا واشتغلوا وتخبوا علينا بالقلب المنتوف بالمنتوف. والاول بالمنتوف بعد كده ولعوا نار في الفحول. مش عارفه قدام ما يولعوا النار نزلوا تحت كسروا علينا الجبال اللي ما تعرفش ازاي بكير من المنتوف كلنا في بعد شوية ولع النار في البيت كله فوق كأني بنزين ولا يبكوا بالبقى والنار راح ولعت في البيت كله ما فيهوش منفذ. الحكومة لما لقيت النار راح تنزل علينا من المسلح راحوا خبطوا قالوا افتحوا خلينا نطلعوا فوق. جينا نطلعوا نزلوا علينا بالشواب وبالعسير والسكاكين والسكاكين ما نعرف في الشواب والطبنجات في عافيهم. قام البيت قام قالوا تدخلوا في الباب الحكومة. جينا دخلنا بعد شويه يعني انت كنت في البيت وحصل الكلام ده. ايوه الجيش فين فين هو كان في جيش؟ ما نعرفش الحكومه اللي برا الحكومه اللي برا قالت لكم ايه؟ قالت ادخلوا ادخلوا فين؟ ما انت في البيت انت بتضربوا. ما هم فتحوا قالوا افتحوا رح نطلعوكم. جبنا مدرعه تاخذكم. جينا فتحنا اول ما فتحنا ونزلوا علينا. يعني جينا قفلنا الباب حلنا ورجعنا لورا. قام بعد شويه بعد ربع ساعه ولا نص ساعه قالوا اطلعوا الحريم بس اللي تطلع. انا نكدش عليه قال عبايد بس عبايد الراجل عشان تطلعوا معايا احسن الراجل على ست حريم. عشان بس الحريم لبستوا عبايد وش تطلع معايا يا مرات. وبعد كده قالوا الحريم تطلع نزلتوا عم قلوا تعالى اخوي خلنا نطلعوا. قال لي انتوا بس راعي من السواد وراك راح عندي. طلعوا الحريم سرق الحريم وخلونا طلعونا. جابوا الرجاله قالوا للرجاله رح قد ما الشرطه اللي بتعمل كده. ايوه قد ما قامت لينا المدرع دخلوا على الرجاله. يعني الشرطه انا عايز تمسك اعصابك انا بوصف الشرطه يعني الشرطه بلعتكم عشان ما تضربوش كحريم وسابتهم يدخلوا جوا. هو الرجاله قتلوها يا مرحبا دخلوا الحريم وقتلوا الرجاله يا مرحبا. امسك اعصابك شويه امسك اعصابك. طب معلش عشان احنا بنسجل معلش انت كعصر انا بس بوثق لو سمحتي بوثق. يعني انت والرجال مركزوا العربية الشرطة ركبوا حريم دخلوا هم قدام الشرطة وضربوهم. الكلام ده صح ولا انا اللي بقول؟ لا صح.
هم مش الشرطه اللي طلعتنا مش الشرطه طلعتنا دخلوا زين الشرطه قاعده معانا. طب يعني هو المفروض طلع الرجاله والستات مع بعض قاعد يحكوا مع بعضنا؟ لا بس عايزين يطلعوا حريم يقتلوا الرجاله يا مراري مراري على سيف حريم يا مراري. انتوا ليكم علاقه بالحدث او بتقربوا له اي حاجه؟ ولا لنا نحوه يا مراري ولا لنا نحوه. طب ايه اللي تم بعد كده؟ شفتوهم بتضربوا قدام منكم؟ ده لا احنا خدنا في المدرعة وجابونا هنا الكلام اللي بتلتيه الضرب والمضارعة ده الساعة كان الصبح ولا بالليل؟ لا حوالي الساعة 6 6 6 ولا 6 بالليل 6 بالليل حوالي 6 7 الأربع امبارح يعني هي الموضوع مش ساعد أنا آسف امبارح الجمعة يعني من امبارح الصبح الشرطة موجودة ويحصل الكلام ده الساعة 6 الضوء الساعة 6 المغرب 7 المغرب وجابوك مع الكنيسة وسابوا الرجالة دي كلها سابوا الرجالة دخلوا عليهم كتير. طيب هو مين اللي كان جوزك راسم؟ راسم توابروس ومين تاني؟ اللي هو روماني تقصدي؟ روماني نصر. روماني نصر. روماني نصر. روماني نصر. على مهلك على مهلك. انا عندي الاسامي قولي لي صح او غلط. روماني نصر. انا عندي راسم واللي هو جوزك وفي محارب نصحي كان معاهم في نفس معاك وروماني و محارب نصحي. دول ماتوا من عنا جوزك. وأميل ده أميل نفسي. أميل بس كان في بيت معاكم في نفس كان البيت؟ كان معنا في نفس البيت. كنا في نفس البيت واحد. بيت واحد ماتوا. طلعوا حريم وقتلوا الرجالة يا مراري. ده اللي بيتكم وأنت كان قدام الجبانة ملوش علاقة بالمكان خالص. المشاكل سابقة. المشاكل بعيد عنكم بقى. المشاكل على البحر. على البحر. على الطريق السريع. على الطريق. يا مرحبا. الله يكون في عونك. الله يكون في عونك. راجع لسيف حريم يا مرحبا. الله يعزك. انا ومحي خمس ابن السيح الله يعزك. يا مرحبا.